يا ميسر كل الامر عسير. قرب ابو سامي قرب. مرحبا. ما في حدا هان؟ مرحبا. ما في حدا هان؟ وين هون الجماعة؟ قرب قرب ابو سامي. ليك شايف؟ طلع طلع شايف؟ مهضوم. هيدا الحاج نايف؟ مين حاج نايف؟ نايف بقوصة؟ شو جاب لجيب حاج نايف بقوصة؟ هيدا دولة الرئيس نجيب ميقاتة. ليك ما حليه؟ شايف؟ حلاوة. ايه ايه حلاوة. ليك وطويل قد ما بدك. ما أطول مني. ما بيشبه طه؟ ما بيشبه طه. طه بحط طربوش وعوينات صوت. شو يشبه؟ مين بيحط طربوش وعوينات صوت؟ طه حسين. ايه ده هو؟ اجا اجا. مين؟ مين؟ اجا. اهلين اهلين. اهلا وسهلا. اهلين اهلا وسهلا. بعتذر على التأخير. اهلا وسهلا. هيدي سكرتيرته يمكن. هاي مرة والله زلمة. هيدي مرة سكرتيرته. اهلين كيفي؟ اهلا. كيف ابوك؟ منيح منيح. واللي بقبقوك؟ اهلا وسهلا. واللي فصفصوك؟ يي ولا هو ولا هو. وين دولة الرئيس؟ حاليا صراحة دولة الرئيس عنده اجتماع. لك شو عنده اجتماع؟ ما هو موعود فينا موعود. عبد الحليم. عفوا بس مين حضرتكم؟ أنا المختار صمقمقة. أهلا. وهو صديق عمري أبو سامة. أهلا أهلا. طيب طه وين؟ طه استاذ طه؟ الاستاذ طه وين؟ الاستاذ طه بالشام. لك شو عم يعمل بالشام؟ شو أخذه على الشام؟ كل عمره قاعد بالقاهرة. لك مين قاعد بالقاهرة؟ طه حسين. يوهلا. طيب أنا كيف بقدر أخدمكم؟ والله نحن عنا موعد يا أختي. عنا موعد مع دولة الرئيس. قالوا لنا أنه عم توزعوا بونبون ومعلل. ولا ونحن عم نوزع بونبون ومعلل. ايه ايه ايه. كيف هيك؟ لا مش مزبوط. معلل. مين قال؟ معلل وبونبون. لا ما عم نوزع لا بونبون ولا معلل. عام. مين قال؟ عام قال. مين عال؟ لك ميشيل عام. ميشيل ميشيل عون. قال هو نوزع. لك ما هو قال انه الملايين اللي بيدفعها ميقاتة. ايه؟ كأنه عم يدفعها حق بونبون ومعلل. والله. فجينا اخذنا كم معللية. انت اطيب بونبون. اي ولا ولا شو بك؟ ايه لا روح عند الجنرال. ايه؟ خلي الجنرال يعطيك بونبون ومعلل. شو عم تحكي؟ ايه. ولا انا بدي اعتذر منكم. يعني حاليا ما في اعطيكم موعد. و شو هذا هذا؟ يعني تيتي تيتي مثل ما رحت مثل ما جيت؟ مجد الرومي. لك شو جاب مجد الرومي؟ ما بتغنيها؟ لا هذه يعني هذه يعني بيسي اسمها سيسه.